الحمد لله على هذه النتيجة، وين حضرنا المباراة تاع الدربي كما حضرنا المباراة تاع غالي معسكر. نظن باللي كل الحسابات اللي وضعناها كنا فيها، ما عدا الإصابة تاع اللاعب من قبلية اللي غيرت نوعا ما استراتيجية اللي كنا رايحين ننتهجها. الحمد لله اللاعبين طلبنا منهم في بداية المباراة باش يخلوا فريق الاتحاد بالعباس في القوقعة تاعهم وما نخلوهمش يضغطوا علينا، بالعكس احنا اللي نكونوا الفريق الضاغط. اللاعبين ايزون ابليكي كوريكتومون لي كونسين، واستطعنا باش نسجلوا الهدف اللي حاولنا باش نحافظوا عليه طيلة الشوط الاول. في الشوط الثاني نفس السيناريو تكرر، مع الضغط اللي وقع على الفريق الخصم من طرف المسيرين تاعهم اتحاد بالعباس. كي دخلوا الغرف الملابس كان عليهم ضغط كبير. احنا طلبت من اللاعبين باش ينتهزوا هاد الفرصه تاع الضغط تاع المسيرين باش نحاول نعمق الجروح تاعهم، والحمد لله في نهاية المباراة فزنا بهذه الثلاث نقاط اللي خرجتنا من النفق الضيق والمظلم اللي كان فيه الفريق. وإن شاء الله احنا الطموح تاعنا باش نزيدوا نحققوا نتائج إيجابية، خاصة المباراة القادمة ضد وداد بوفاريك اللي راح تخرجنا نهائيا من منطقة الخطر. بسم الله الرحمن الرحيم. المعطيات كاع اللي راها دايره بالفريق ما تسمحلكش باش تخدم في ظروف مريحه، لاني انا في هذا الاسبوع في ظل هذا الاسبوع ما كنتش مركز مع اللقاء باستاديرا 100%، عطيتها اهميه، لكن لقيت روحي نتكلم على الفئات الشبانيه، التنقلات في الفئات الشبانيه، لا ميزوفير ماش كاينه، استدير تحضير تاع اللقاء بالميزوفير عندها دور كبير. نقولوا بلي الفريق رايتيم واللي قله مرافقه تاع ناس عندهم هيبه عندهم شخصيه، يعني كالرئيس الهناني بكل صراحه كما نقولوا راه بي سيليبر ما يقدش، قال لك ما نتحملش المصاريف كلها تاع الفريق، يعني راه كل خطره يتحجج بان شغل تغلب عليه المصاريف. لكن هذا الاشكال انا اللي ماني حاير فيه، هذه اتحاد بالعباس اسكن بغوها الا في وقت البحبوحه، لما تمر بالظروف الصعبه تلقى الناس قلال واقفين معاه. ومن جانب الفني يعني كان عندي لاعبين اللي لعبوا وكانوا مصابين على غرار المدافع زينو او وسط ميدان مينيزلا وغياب ناجي، لكن صراحة أنا أقولها أنا ما نبغيش نحج بالتحكيم، يعني لعبنا اللقاء السابق في حجون يعني ضربة جزاء خيالية من طرف حكم تماس، اليوم عدنا ضربة جزاء حقنا في ملعبنا ما يعطيكش حقك، والاربيتراج فيسيو أنا نعرفه بسيبتي كلاعب سابق، نعرف التحايل تاع التحكيم ونركز على حكم التماس. انا نتمنى من رابطه التحكيم تراجع ملفها فيما يخص الحكام، يعني هذه مسؤوليه، الناس راها تتعب طيله اسبوع يجي حكم ولا كلنا خطا، لكن الاخطاء راها تكرر بكثره. انا نتمنى ورساله نقول للناس، اي واحد عنده بلوس حاجه ايجابيه قد يجيبها الفريق مرحب به، ما ينتظرش انفيتاسيون ولا يبعثوا له، اي واحد عنده حاجه ايجابيه ولا بلوس للفريق مرحب به. وشكرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الحمد ربي ونشكره على الاداء اللي قدموه اللاعبين تاعنا، قدرنا نعود بنتيجه ايجابيه من فريق عريق مثل الاتحاد بالعباس، وضيعنا عده فرص سانحه للتهديف. معليش كما نقولوا احنا الدربي تربح ما يتلعبش، قدرنا نعود بنقاط ايجابيه ماغري ضيعنا عده فرص سانحه للتهديف، ونتمنى ان شاء الله من فريق جمهوريه الاتحاد بالعباس يوقفوا مع الفريق تاعنا، انه فريق عريق يستحق المكانه الاولى، وان شاء الله احنا راجعين الخير قدام ان شاء الله ونعوضوا اللي فات علينا ان شاء الله. بسم الله الرحمن
المراحل. الحمد لله على الفوز، الحمد لله كانت خاصنا 3 نقاط هذه باش نانشينو في الريزولتا بوزيتيف. كما كنتو تعرفوا كنا مع في المراتب الاخيره، الحمد لله مي كان خاصنا نديكليك اللي هو انشينا في الريزولتا بوزيتيف. الحمد لله كنكونفيرمو في بارتي تاع بوفاريك باش نكملوا في السلسله النتائج الايجابيه. جينا هنا على بول لو 3 بوين، الحمد لله جينا باش ندينا لوبجيكتيف تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا نشكر اللاعبين على الاداء اللي قدموه اليوم. مقابلة كانت صعيبة أمام فريق الجار اتحاد بلعباس. الحمد لله 3 نقاط مهمة لنا في جدول الترتيب. الحمد لله هذه النتيجة إن شاء الله تخلينا نزيدوا نخدموا باش نقدموا إن شاء الله، نتقدموا إن شاء الله في جدول الترتيب إن شاء الله. وعواد رغم تقدمه في السن مازال تحس مازال صغير في الميدان. الحمد لله والله صراحة هي كما يقول لك العمل ثم العمل والانضباط في خاصة في التدريبات. والحمد لله مساعدة لاعبين ثاني وطاقم فني الحمد لله مادام رانا كما يقول لك في عطاء ان شاء الله نعاونوا هذا الشباب هذا ان شاء الله ونقدموا الافضل ان شاء الله للفريق ان شاء الله. 3 نقاط اليوم امام اتحاد بلعباس، نقدروا نقولوا انكم غادي تلعبوا معاهد العوده باريحيه، تضمن لكم تضمن البقاء زعما بطبيعه الحال 3 نقاط مهمه خارج ديار خاصه في مرحله الاياب امام فريق اتحاد بلعباس اللي نتمنى لهم ان شاء الله ثاني هما ان شاء الله باش ما يسقطوش ان شاء الله في القسم الهوات. فريق اتحاد بلعباس فريق كبير ثاني ان شاء الله نتمنى تتسقم الاحوال تاعه وان شاء الله ان شاء الله احنا ثاني ان شاء الله نكونوا ملاح ان شاء الله في مقابله قادمه ان شاء الله. بارك الله فيك.